عودناكم على شوبينج هين وسريع ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر، مكفين نطلع عليكم يوميا مع اصنافنا الجديده المختلفه والمميزه العمليه لكل شخص منا، والاهم انها فيري هاي كواليتي. وين ما كنتوا عم بتتابعونا اختاروا الايتم يلي بهمكم، اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعه، وهدول الطناجر اهين واسرع طريقه للطبخ. هذا السيت مؤلف من طنجرتين، وحده 9 لتر والثانيه 6 لتر، فينا نستعملهم اثنيناتهم كطناجر ضغط او كطناجر عاديه، لانه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، وفينا نبدلهم على هذا الشكل. مصنوعين من ستانلس ستيل 18 على 10، ومسكاتهم باكاليت يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبيريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 310,000 بس، وبيطلع معهم الهديه هالكبه ميكر تنعمل فيها قراص كبه. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم مع الهديه وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. كتير منيح وبريح نعمل مساج بالسيارة للظهر وللرقبة، والأحسن هلأ بهيك تقس تندفى كمان بنفس الوقت. هالكوشن تستعمل على بطارية السيارة وبتعملنا مساج، وإذا بدنا فينا نحميها، يعني فينا نستعملها بالصيف للمساج وبالشتي للمساج والتدفئة. فيها سرعتين، واحدة واطية والتانية عالية، وبتعطي نشاط لكل يلي بيسوقوا لمسافات طويلة. هالكوشن بتحمل فرش ومواصفاتها أوروبية، وفيكن تحصل عليها ب 48,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. دست كلينر هي ادابتر بخلينا نشفط الغبره من اصعب المحلات يلي كتير بتعذبنا وبتاخد من وقتنا تنظفها. دست كلينر بيوصل لكل الاماكن الصعبه، صار فينا مثلا ننظف الجوارير المليانه غراض وعلى بالعده من دون ما تفضون. دست كلينر بتفوت باضيق المحلات ومخارج الهواء بقاسي البيت او السياره، لانه مؤلف من تيوبز رفع وفلكسبل بينتاجوا حسب الحاجه. دست كلينر بتفوت بكل المحلات يلي الفاكيوم العادية مش قادرة توصلها، يعني تنظيف البرادة والشوفاج وحتى ورا البلانت صار كتير سهل وهين، وبتحصلوا عليها ب 30,000 ليرة بس. ما لكم إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكن للناس يلي بيعانوا من مرض التكلس والنشف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري. اتصلوا على بستلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع وبيبرم موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في أو نحن وعم نقرأ بالتخت، حتى نحن وعم نسمع موسيقى وبحيلا محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 132,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان. فري دليفري.
كلنا منحب ناكل تابولة بس منعت الهمفر من الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تابولة نحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرب البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تابولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم اشياء كتير قاسية مثل مكسرات، وحتى الجزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تابولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكم تحصلوا عليها ب 52,000 ليرة. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلاد بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. إجمالاً مشكلة الوزن إلى حل، بس شي مرة فكرتوا بمشكلة الطول؟ مع سمارت طول رح أزيدوا طولكم بشكل كتير سهل ومريح. هالقطعة المصنوعة من مادة الربر فيكن تحطوها بالشوز من جوا، وهي كفيلة بأنها تزيدلكم طولكم لحدود 5 سنتيمتر. سمارت طول ما بتسبب وجع، ما قال أي عوارض جانبية بفضل المواد المريحة المصنوعة منها. قطعة الربر بتاخد شكل الإجر جوات الشوز، وهيك فيكن تتحركوا برياحة من دون ما تصحتوا أو تتضايقوا بالمشي. مع سمارت طول صار فيكن تستغنوا عن أحذية الكعب العالية يلي بتتعب وبتوجع الظهر، وهيك فيكن تلبسوا حيالة شوز مريح وتحصلوا على طول يلي بدكن ياه من 1 سنتيمتر لـ5 سنتيمتر. ما عليكن إلا أنه تحطوا قطعة من سمارت طول جوات الشوز، وهي كفيلة بأنها تزيدلكن طولكن وما تسبب لكم انزعاج. سمارت طول مصنوعة من مواد مريحة مثل ما قلت لكم، ما بتعرق الإجر، يعني ما بتسبب انزعاج، وجع أو حساسية، وبتضاين لفترة طويلة. ب 35,000 فيكن تحصلوا على سمارت طول، والعلبة بتتضمن 10 قطع وكل قطعة سنتيمتر واحد. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.